عندي فيلو، عندي عربيه، بديت من اوت حتى ان شاء الله حتى نبدا نجوز في الباك بسوم في شهر كات سيونس باغ في المو كالمو ومات وعربيه وفرنسي. خلص دوكا 640,000 كلش، تما كل ما تزيد ماده ينقصوا لك بريتا حال الماميه حتى ان شاء الله حتى الباك ان شاء الله كي ننجح ناكدوا تما باينه بلي هاد لي كور بيان. هي مصاريف وأعباء إضافية أصبحت تقع على عاتق أولياء التلاميذ خاصة في الآونة الأخيرة. اختلط الحابل بالنابل. أنا فيها ريديكسيون 3 ماتير 3800 توت لاني بدا الجمعة اللي فات. فواش نقول لك، على حساب كل واحد ومقدوره. على بالك حنايا شغل 99% كاع حنا اللي نقروهم. نسقسي نشوف تاع 2000 دينار سا ديبون. يبدو أن أغلب هذه المدارس تحولت مهمتها من تربوية بيداغوجية إلى تجارية، الذي أصبح يؤرق أصحاب المعتمدات منها. أنا الشيء اللي نصح به الأولياء دائما أنهم يحاولوا كيفاش دائما يسقسيوا على الأستاذ. الوفود اللي راهي تجينا ماهيش تحوس على الثمن قد ما راهم يحوسوا على النوعية، ولكن هذا لا يخلي لا يعني أنه يخلينا نغتنموا الفرصة وننتهزوا. الابتدائي 1400 دينار يعني للمادة الواحدة لشهرين كامل، المتوسط يعني حوالي 1600 دينار، يا ثانوي يعني بين 2000 و2200 دينار. في ظل هذه الفوضى يرى أهل الاختصاص أنه حان الوقت لتدخل الوصاية من أجل وضع حد لمثل هكذا ممارسات. نظن لازم الدولة لازم توضع له حد، لأنه رانا نشوفوا خاصة يسجلوا فيديوهات وينشروا على الفيسبوك، على مواقع التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب، أخطاء كارثية. يعني بصفة أستاذ في التعليم المتوسط مادة الفيزياء راني نشاهد فيديوهات تاعهم، يعني نشوفوا أخطاء سواء علمية ولا منهجية، وهذا الأمر راح يأثر على التلاميذ. فهل فعلا أصبحت الدروس الخصوصية حتمية أم أنها موضة توارثها التلاميذ؟